بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باش مهندسين؟ هنتكلم دلوقتي عن مقارنة سريعة بين ماكينة السي اف اي وماكينة الحفر الدوار وطريقة استخدامها استخدام كل واحدة منها في عمل الخوازيق. الشرح ده من داخل كتاب الموسعة الهندسية الجزء الاول. لو مهتم تعرف تفاصيل اكتر عن محتوى الكتاب وتشوف الفهرس وصور من داخل الكتاب، اتواصل مع خدمة العملاء على رقم الواتس الموجود على الشاشة. قبل المقارنة دي في حتة عايز اتكلم عنها في الصفحة. ماكينة السي اف اي، خطوات العمل بتاع ماكينة السي اف اي تختلف عن خطوات العمل بتاع ماكينة الحفر الدوار. الا تعالى نتكلم دلوقت ونقول ان ماكينة السي اف اي احنا بنجيب الماكينة بتقف تحفر مكان الخازوق، نسميتها على مكان الخازوق، تبدأ تحفر وقبل البريمة ما تطلع، قبل يعني احنا وصلنا لل 30 متر مثلا بتاع الخازوق بتاعنا، قبل البريمة ما تطلع بتبدأ نوصل المكنة بتاعتنا بعربية الخرسانة او ونبدأ نصب، والبتاع البريمة بتطلع تباعا والصبة شغالة. طول ما الصبة شغالة والحفرة بتتملي معاك احنا بنبدأ نطلع ايه يا باش مهندسين، نطلع البريمة. تمام، يبقى يتم، تعالوا كده نشاور لكم بالقلم برضو، يتم الحفر للخازوق ده في الاول اهو، وبعد كده صب الخازوق بالبريمة اثناء خروجها، وبعد كده انزال القفص الحديدي. بعد ما الصبة تخلص بننزل القفص الحديدي. تعالى بقى على طريقة الحفر الدوار. بيقول لك الاول يتم الحفر للخازوق بالكامل، وبعد كده البريمة تطلع، وبعد كده بننزل القفص الحديدي. نبقى في السي اف اي احنا بنصب الاول وبعد كده بننزل القفص. في الحفر الدوار لا، احنا بنحفر الاول وبعد كده نشيل البريمه وبعد كده ننزل القفص الحديدي وبعد كده ايه نصب يا باشمهندسين. تمام، تعالوا بقى نرجع للمقارنه اللي احنا كنا عندها. طبعا الحاجات دي مشروحه بالتفصيل بس احنا كده بس هنا سريعا. تعالوا، بيقول لك ماكينة السي اف اي بتعمل خوازيق ذات اقطار صغيرة، صغيرة نسبيا يعني، ممكن نقول مثلا 70 سنتي 80 سنتي او حسب قطر البريمة. ده احنا بنقول ايه ماكينة السي اف اي اللي هي بتستخدم اصلا في المنشآت العادية. انت بتعمل مبنى اداري، مبنى سكني، وعايز يعمل تحته خوازيق فبتستخدم ماكينة السي اف اي، واحيانا بتستخدم في خوازيق صندقار، وده انا ما بفضلهاش يعني. ماكينة الحفر الدوار بقى بتعمل خوازيق ذات اقطار كبيرة قد تصل الى 170 متر، اللي هي الخوازيق بتاعت الكباري يا باشمهندسين. تمام، المقارنة التانية الخوازيق السي اف اي، الخوازيق اللي بتعملها ماكينات السي اف اي بتعمل بنظرية الاحتكاك والارتكاز على نقل الاحمال من سطح الارض او من المنشأ حتى التربة الصالحة للتأسيس. تعالى بقى ماكينة الحفر الدوار هي ما فيهاش احتكاك خالص، تعمل بنظرية الارتكاز والكلام ده. النوعين دول من الخوازيق احنا اتكلمنا عليهم بالتفصيل، في خوازيق ارتكاز وفي خوازيق احتكاك على نقل الاحمال من سطح الارض حتى التربة الصالحة للتأسيس. خطوات التنفيذ احنا طبعا اتكلمنا عليها من شوية. خطوات التنفيذ، الفرق بين التنفيذ بالسي اف اي وماكينة الحفر الدوار، يعني ده كان فيديو سريع حبيت اوضح بين الفرق بين ماكينات السي اف اي. حد سألني لسه على الواتس دلوقتي على الموضوع ده فقلت اوضحها له من الكتاب. ارجو الناس تعمل اشتراك في القناة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.